بعد ما خذ عسير اخيرا معناها تم ارساء المجلس الاعلى للقضاء. اجتمعوا اخيرا القضاة معناها في نفس المكان، وكان انا بالنسبه لي انا كان عرس معناها نهني به العائله القضائيه الكل، معناها من مستقلين من محامين لكافه المتداخلين بالنسبه للعائله القضائيه من قضاة زيادة خاصه. كما قلت سي سوفيان، عندنا الجلسه العامه وعندنا المجالس القضائيه الثلاثه، العدلي الاداري والمالي، وتم انتخاب معناها الرؤساء المعنيين. دونك نهني اللي تم انتخابهم، خاصه بالنسبه للقضاء المالي اللي انا معناها ننتمي ليه. دونك نهني سي نجيب الكتاري اللي تم انتخابه كرئيس مؤقت بالنسبه للمجلس على القضاء المالي، والسيد مهدي بالنسبه كنائب رئيس في المجلس. اليوم بالنسبه للكور دي كونت عندنا برشا شغورات اللي هي شغورات هامه مفصلية بالنسبة للمحكمة. دونك إلى حين تعيين هذه المناصب وقتها يتم إعادة انتخاب من جديد بالنسبة للمجلس القضاء المالي. اليوم الدائرة تحاول تكون معناها فيما أحسن، في حلة أحسن، وإن شاء الله احنا ننتظر بالمجلس خضر هام المجلس، دور المجلس ودور تعيين الرئيس الأول الجاي للمحكمة، محكمة المحاسبات، باش نكونوا احنا أحسن. عندنا برشا نقاص على مستوى الكوميونيكاسيون، معناها على مستوى الاتصال. فما ماذا بينا تكون فما إرساء شفافية أكثر بالنسبة للمواطن، ماذا بينا تكون سوسيتي سيفيل معناها أكثر مطلعة على تقارير الدائرة. معناها احنا بيدنا نقولوا فما العديد من النقاص حتى على المستوى الداخلي بالمحكمة، على غرار معناها إرساء الشفافية اللازمة ما بين القضاة ما بيناتهم، على غرار زادة تكافؤ معناها الحصول القضاة على نفس الحظوظ، معناها توفير تكافؤ الفرص بين مختلف القضاة. هذا كله باش يساعد على توصيل التقارير ولا المهام اللي يقوموا بها القضاة، اللي هي مهام معناها هامة في المحافظة على المال العام، اللي هي معناها نجم نقولوا اوني او كور معناها نتاع المنظومة نتاع الرقابة على المال العمومي والمحافظة معناها عليه، معناها للحد من الرشوة، للحد من الإشكاليات المتعلقة بالفساد إلى غير ذلك. أوني أوكور معناها احنا على مستوى الرقابي ولا على مستوى القضائي، معناها بصفة قبلية وبصفة بعدية. الحلقة تكون معناها أشمل وأوسع. اكزاكتومون، المنظومة كلها تكون متكاملة. دونك تدخل القضاة لهنا على المستوى الرقابي، دونك كما قال سي سوفيان عندنا مختلف التقارير اللي يعدوها السادة القضاة، هي تشمل مختلف القطاعات. دونك هذه الحلقة الرقابية، وعندنا الحلقة القضائية اللي تهم زادة زجر أخطاء التصرف، واللي تهم حسابات النظر في حسابات المحاسبين العموميين. جانب الزجر المالي هو موكول اليوم بمقتضى الدستور 2014 لمحكمة المحاسبات. في القديم كنا التركيبة كانت موكولة في تركيبة مختلطة ما بين قضاة المحكمة وقضاة المحكمة الإدارية، دونك كانت عندنا تركيبة مختلطة في دائرة الزجر المالي. اليوم بمقتضى الدستور الجديد معناها أصبحت من مهام محكمة المحاسبات. لهنا حبيت نأكد، هو مناش اون كيسيون روجستر، حبيت نصحح بلوتو. صحيح احنا على مستوى الرقابي اللي نقوموا به بالتوصيات، معناها نشوفوا ونرفعوا مختلف الإخلالات اللي بالمؤسسة المعنية. مثلا احنا كان ناخذوا الصندوق الوطني للتأمين على المرض اللي كان زادة من ضمن التقارير معناها الرقابة بالنسبة للسنة المنقضية، معناها تم رفع العديد من الإخلالات. الإخلالات هذه تهم أوجه التصرف بالصندوق،
معناها هو حتى معناها في ان سيغتان مومون معناها حاولنا حتى معناها بوغ شيفخي الاخطاء هذيا قداش تساوي معناها من منطق الفلوس معناها قداش توزن هذيا الاخطاء هذيا. هذيا كله من بعد شنو نعملوا من بعد كان فما معناها الاخلالات هذيا ترتقي حسب راينا الى اخطاء معناها ولا جرائم ولا جرح الى غير ذلك يتم توجيهها من خلال النيابه العموميه اللي بالدائره تم توجيهها الى القضاء العدلي. اما اذا تتعلقت الاخلالات هذه معناها باخطاء تصرف فانه يتم توجيهها الى دائره السجل المالي على مستوى محكمه المحاسبات. معناها وقتها يكون من اختصاص دائره السجل المالي والدائره نظرت في العديد من معناها اوني با اون كيسون ريجستروس نرفعوا الاخطاء ننظروا فيهم ويتم ثم مجالات اختصاص معينه كل معناها على مستوى القضاء هذاك تمشي تاخذ مجالها وعلى مستوى المتابعه بعد كان الاخلالات هذه ما ترتقيش الى نقول احنا جرائم ولا جناح الى غير ذلك يتم متابعتها. وكان فما مثلا اخلالات على مستوى لو سيستيم دانفورماسيون تحسين فوالا معناها يكون فما توصيات والتوصيات هذه يتم متابعتها والحمد لله على مستوى الدستور زادا معناها وعلى مستوى المشروع الجيد بالنسبه للقانون المتعلق بتنظيم المحكمه باش نقروا صراحه واحنا ندفعوا كذلك معناها على الشيء هذايا كاتحاد قضاة محكمه المحاسبات باش تقوم الدائره بمتابعه توصياتها بنفسها خاطر هذا اللي هو ما كانش في السابق. المهام اليوميه نجم نقولوا للقضاة هي ان معناها النظر في القضايا والنظر في المهام الرقابيه معناها عندنا باغاني بنجم نقول لك مثلا حاليا انا عندي 9 قضايا وعندي المهام الرقابيه وعندي المهام متعلقه بالنظر في المحاسبين العموميين فهمت دونك وهذيا معناها نجم نقولوا راهي معناها سي اسي لوغ بالنسبه للقضاة الماليين على خاطر لو نومبر نتاعنا الي تري ريدوي فهمت بارابور ومعناها للمهام الموكوله لينا دونك غروسو مودو على ذاك احنا نناديو معناها لمزيد تدعيم القضاة على المستوى المحكمة تدعيمهم معناها بالعدد الكافي للقيام بمشمولات المناطة ليهم تدعيمهم زادا من ناحية الإمكانيات المادية تدعيمهم من ناحية المقرات. المقرات اليوم راهم معناها عرضة عندنا مقرات عرضة للسقوط في بارد أهل للسقوط عندنا مقرات أخرى تتعرض نجم نقوله بصفة منتظمة معناها للتهديد معناها القضاة مثلا في كي نحطوا كراهبنا ونطلعوا نخدموا الكراهب يتسرقوا معناها بصفه منتظمه ما عندناش تامين مقرات معناها بتاتا لا من حيث الاعوان لا من حيث الامن ثم خطه لهذا لحماية المحاكم وكل هذه هي اليوم نجم نقولوا راهي منعدمه بالنسبه للطيب المهيري ما عندنا معناها ما عندنا حد بصفه منتظمه عندنا الكراهب تتسرق معناها القاضي يخلي كرهبته ويطلع وهو يقعد يخدم خايف على الكهرباء اسكو تسرقت ما تسرقتش نطلوا عليها زعما فما سافا اليوم مش سافا اكسيتيرا دونك على ذاك احنا ماذا بينا معناها نزيدوا ندعموا الجوانب هذيا معناها باش نمكنوا علاش هذيا كله باش نكونوا القاضي باش يقعد يخدم في ظروف مريحه. طيب. في ظروف طيبة اكزاكتومون وينجم يقوم معناها بالمهام نتاعو ويأديها في معناها في راحة بال ما غير ما يقعد متشخشب ما غير ما يقعد معناها يسانكيت بوغ دوطخ شوز اللي هما نورمالمون ما يكونوش معناها يخموا فيهم ما لازمش بالعكس لازم يكون منصب على القضية اللي عنده قدامه اكسيتيرا. كما قلت على مستوى التقرير خاصة فيما يتعلق مش التقرير هذاك كهورة اللي يتعلق بالمراقبة الحملة الانتخابية لسنة 2014 أما حتى على مستوى كافة التقارير المتابعة اليوم نتسائلوا ويني ماذا بينا تكون معناها فما ما نعرفش انا فما على مستوى الدائره ولا على مستوى رئاسه الحكومه على مستوى الوزارات المعنيه تكون فما شكون دي فيزافي
يتابعوا بصفة معناها مسترسلة ودائمة التوصيات اللي ناخفوا عليها. علاش؟ على خاطر باش يكون عندنا معناها الخدمة اللي نخدموا فيها ما تكونش حبر على وقت ورق، باش تكون معناها عندها قيمتها وباش تكون باش تعطي الثمار نتاعها. سينو تولي تخدم تخدم ما ترى حتى شيء من خدمتك. أكوا سير القوة في متابعة توصياتك وفي متابعة الإخلالات اللي تم رفعها، قد ما تكون معناها المحافظة على المال العام تكون موجودة. معناها احنا اون فان كونت حاشتنا علاش؟ حاشتنا باش نوقفوا معناها نحافظوا على المال العام، نوقفوا الإخلالات اللي فما كان تم ما نعرفش انا فما تجاوزات معينة يتم التشهير بها، يتم الحد منها، وهكاكا معناها النجم يكونوا فما تصرف عمومي معناها ناجع المشكلة على مستوى النص. هو راهو الراقبوا جمعيات، أما الراقبوا جمعيات في حد التمويل العمومي المتوفر لها، فما على مستوى النصنا فما المراقبة، وسبق الدائرة معناها نظرت في معناها قررت في التقارير نتاعها الرقابة على جمعيات، على غرار فما الجمعية المتعلقة بالكنوتس يظهر لي هكا الأولمبية زيدا، فما جامعة زيدا يظهر لي سناء جامعة كرة اليد دونك فما خيارات وفما زيدا معناها حجم المال. انت كي تعرف الرقابة باش تكون على جمعية معينة والجمعية هذيك ماهيش باش تاخذ تمويل عمومي هام ياسر من عند الدولة، دونك ساعات تقول شنو هي النجاعه باش نمشي انا باش نقرر اصلا الرقابه على هذيك الجمعيه هذيك معناها اللي باش تخرج منه معناها كتوصيات في حد التمويل العمومي. هذه من ناحيه ثانيه الجمعيات اللي عندهم تمويل مشبوه ما ياخذوش تمويل عمومي، بالعكس هما يبعدوا يقول لك انا باش تجيني الكور دي كونت باش تراقبني باش نبعد على التمويل العمومي. فهمت؟ هما ياخذوا في تمويل مشبوه من الخارج ولا من معناها اسافوار مني. فهمت؟ وقتها ايوه سامحني وقتها احنا ماذا بينا تكون على مستوى النص. هذه من بين المقترحات اللي قدمها اتحاد قضاة محكمة المحاسبات في معناها في تنقيح مشروع النص متعلق بنا. ماذا بينا تكون الرقابة نتاع الكور دي كونت على تمويل الجمعيات معناها بوالا ليني، مش نحدوها في مستوى المنحة اللي العمومية اللي تتلقاها الجمعيات هذه. نورمالمون لا كور دي كونت لي ديبوزيتير معناها الجمعيات يحطوا في معناها يتم ايداع الحسابات الجمعيات لدى دائرة المحاسبات، واغ الايداع هذا مش قاعد يتم معناها من قبل ولا كان يتم بشكل الرهانات المستقبليه راهي رهانات هامه معناها بالنسبه معناها على المستوى الوطني الكل وبالنسبه للمحكمه الاداريه وبالنسبه لمحكمه المحاسبات. الانتخابات الجايه تخلينا اللي احنا لازمنا ساعه اول حاجه الشهورات الحاصله على مستوى المحكمه لازم معناها يتم تسديدها في اقرب فرصه. هذه من ناحيه اولى، ومن ناحيه ثانيه ماذا بينا يزيد دعم الجهات معناها بغرف جهويه معناها تابعه لمحكمه المحاسبات. هذه كلها نورمالمون تكون من اختصاص كل مجلس على حده. اش معناها؟ معناها مجلس القضاء المالي هو له الاختصاص باش يعرف شكون المعنيين، باش يفتح الترشحات، باش يختار، باش يحدد المعايير المعينه. هذه معناها نورمالمون هو اهل الذكر، معناها هو اللي يعرف المهنه نتاعو، باش يعرف المعنيين، يعرف شنو المعايير اللي لازم يحطهم وما يحطهمش. من بعد يتم كل مجلس حسب اختصاصه يتم تقديمه للجلسه العامه اللي هي تقدم. ومن حتى من الناحيه القانونيه واضح النص يقول لك كل مجلس قطاعي معناها المجلس الاعلى للقضاء المالي والمجلس الاعلى للقضاء العدلي والمجلس الاعلى للقضاء الاداري هو يختص كل مجلس في مجاله في صلاحياته وفي مجاله. معناها ماهوش من المعقول باش تكون في جلسه عامه معناها المجلس القضاء العدلي ولا الاداري باش يجي يقول لا والله انا حسب رايي المعايير اللي لازم ناخذها في رئيس محكمة المحاسبات هو تالي تالي تالي. معناها كل مجلس يعرف خصوصياته ويعرف المميزات نتاعو ويعرف حاجياته، دونك هو اللي باش يقدم للجلسة العامة، والجلسة العامة هي اللي باش معناها تقدم هالترشيحات هذيا اللي احنا لو موديل نتاعنا صحيح اليوم نحكوا على السلطة القضائية
بثلاث فروع، معناها القضاء الإداري، المالي والعدلي. صحيح، أما معناها الموديل معناها التونسي هو معمول على الموديل الفرنسي. الموديل هذايا على شنو يقوم؟ على معناها القضاء متاع الإشكاليات العادية بين الناس، بين المجتمع، بين أفراد المجتمع، اللي هو القضاء العادي، والقضاء مع السلطة، السلطة الإدارة اللي هو كان قبل مجلس الدولة، معناها بالمحكمة المحاسبات والإداري، واللي اليوم أخذوا كل واحد استقلاليته نوعا ما. معناها ما عادش عندنا مجلس يجمعنا، على خاطر أثبت التاريخ وأثبت التجربة اللي هو المجلس هذا عمره ما تجمع مجلس الدولة، دونك تخلينا عليه كونسي ديتا، عمره ما تجمع معناها حقيقة وواقعا، كان حبر على البارا، دونك قلنا نتخلي عليه. باهي اليوم تقولي أنت مادام فما عندنا سلطة واحدة، علاش ما نعملوش تكوين موحد؟ حسب رأيي، علاش أنا لقيتك بالموديل الفرنسي، حسب رأيي التكوين راهو معناها يحدوا النتائج اللي احنا ننتظرولها. اش معناها؟ معناها انت كان الاوبجيكتيف نتاعك هو القضاء العدلي، هو فض النزاعات العادية بين افراد المجتمع. أيوة. فهمت؟ دونك عندك انت تكوين معين باش تكونه. كان انت باغ كونتر الاوبجيكتيف نتاعك هو النزاعات ما بين الاداره والافراد، باش يكون عندك معناها مجالات تكوين مختلفه نيسيسيرمون. كان عندك زاده نزاعات هم المحاسبين العموميين مثلا شاننا، اللي هي عندها دي زاسبي بيان ديفيرونت، معناها تري تكنيك، تري بوينتو، تري تكنيك. فهمت؟ دونك لازم عندك زاده تكوين خاص. فهمت؟ وما نحكيوش زادة على الرقابة، اللي هي الرقابة تاخذ معناها فيها مجالات وفيها معايير دولية، ومعناها فيها كيفية إعداد التقارير، معناها لازم تبدأ يعني يعطيك الصحة. دونك هذا كله يقتضي اليوم مثلا على غرار كان ناخذ محكمة المحاسبات، احنا رانا تركيبة مختلطة. مثلا انا جو سوي جوريست دو فورماسيون، عندي زملائي اللي هما محاسبين، عندي اخرين دي اكسبير كونتابل، عندي اخرين معناها ساعات حتى كي نمشيو معناها المؤسسه المعنيه، معناها اون طونك فريق رقابي، معناها يقعدوا باهتين، يقول لك كيفاش انت اكسبير كونتابل وميم طون انت فوزيت جوج، معناها يحسبوا التركيبه كلها سو سون دي جوريست قارين ماجيسترا. وعلاش هذه راهي التركيبه المختلطه، التركيبه هامه. علاش هامه؟ على خاطر انت كي باش تاخذ مثلا تدخل، احنا ناخذوا كيما قلت انت مثلا اون انتربريز بوبليك نجم تكون عامله في مثلا تونيسير، فهمت؟ في مجال معين، معناها كي نا ريان افوار افيك الاداره الكلاسيكيه والوزارات وكذا وكذا، وعندهم قانونهم الخاص وعندهم حساباتهم، وهما اصلا معناها خاضعين لمجال المحاسبه التجاريه. احنا بينا خبراء في الكا هذايا، فهمت؟ علاش قلت لك معناها كل مجال نتاع عندنا مجال اختصاص معين. بتيت نقولوا احنا مجلس اعلى القضاء، كان قلت مجلس اعلى معهد اعلى القضاء، يكون ينجم يأم مختلف هذه الاختصاصات. اما سبا اتخلوخ في توا يكونوا في عدول الشهاد، يكونوا في عدول. اما انا نقول علاش كان عندنا اون اكسبيريونس ريوسي مع لينا، بوركوا لا شونجي؟ ساعات راهو ساعات كي تبدا عندنا وصلنا الى نتيجه، تحقيق نتيجه وتحقيق مهنيه. اليوم معناها المهنيه نتاع القضاة الماليين يشهدوا بها عالميا، معناها عندنا حتى بعثات بالنسبه معناها القضاة الماليين يمشيوا في مهام رقابيه معناها على المستوى العالمي، يخرجوا لبرا ويراقبوا المؤسسات الدوليه الى غير ذلك. عندنا تعاملات ويشهدوا بالخبرات ويشهدوا بالمهنيه نتاع القضاة. Donc pourquoi changer en fin de compte ? Mais une équipe qui gagne. L'éclat qui تم معناها اللي تم توجيهها من النيابه العموميه الى النيابه العموميه التابعه لدائره المحاسبات الى النيابه العموميه العدليه، دايوغ طلبنا فيها على مستوى حتى مشروع القانون، هو لي بيرسبكتيف هذوما كلهم باش يكونوا ان شاء الله راهو في مشروع القانون متعلق بتنظيم المحكمه، معناها على اساس المتابعه. مثلا كان باش نبعثوا احنا خلال معين ونقولوا راهو يشكل شبهه،
نتاع جنايه راهو لازم نتبعوها على مستوى العدلي، لازم يعطينا ليكو راهو رد نتاعو وقتاش معناها تم تعيين قضيه في الاجل وقتاش مشيت. زاد ماذا بينا تدعيم هو الحاجه الهامه جدا القضاة كي يعدوا المهام الرقابية نتاعهم مالوغوزمون ويعديوها المحاكم العدلية ذات الاختصاص، راهو يتم إعادة فتح القضية من جديد، وهذا يشكل اون لوغدوغ معناها طول إجراءات. فهمت ماذا بينا معناها نخدموا عليه بتاتخ بمزيد التنسيق مع القضاء العدلي. على ذلك احنا طالبنا في عديد المرات معناها على مستوى النص على خاطر كلها راهي هذه كلها مجالات ما تنجم تتوضح الا بنصوص واضحه الا بنصوص. دونك الرهان المستقر بالنسبه لنا احنا هو تحسين النص المتعلق بتنظيم محكمه المحاسبات اللي هو مشروع قانون اليوم معروض على المجلس نواب الشعب، واللي معناها نطالبوا الحكومه بسحب هذا المشروع واعاده تمريره على مستوى المجلس الاعلى للقضاء، على خاطر اليوم راهو ما تعداش بالابروباسيون نتاع المجلس الاعلى للقضاء. دونك ماذا بينا كافه المشاريع القضائيه اللي اونتيريور ما زلت ما نضرش فيه المجلس النواب. هو احنا اتحاد قضاه محكمه المحاسبات رانا نقابه معناها، وكان نقابه ما نحبوا كان الاختلاف. فهمت الاختلاف ما ينجم يكون كان نعمه للانسان بصفه عامه. بون والطبيعه مختلفه، الطبيعه فما شكون يقول لك لا نحب الاختلاف، فما شكون يقول لك لا ما نحبش الاختلاف. دونك تنجم عبد تخالفه في الراي يقول لك لا كيفاش خالفتني في الراي. المهم هو نقول انا الامور بنتائجها. اليوم تم الارساء للمجلس، القضاة كانوا اهل للمسؤوليه، جاءوا حضروا تم انتخاب، وعندنا قدامنا رهانات عديدة اللي هي مشاريع القوانين نتاعنا، إرساء سلطة قضائية كما حكى عليها الدستور معناها فعلا وتستجيب للمعايير الدولية. دونك عندنا برشا رهانات، عندنا المحكمة الدستورية، عندنا تطوير البلاد بصفة عامة. معناها صارت في مارس عملنا جلسة عامة موحدة بين النقابات الثلاث، دونك الإداري اتحاد القضاة الإداريين، نقابة القضاة التونسيين، واتحاد قضاة محكمة المحاسبات. استدعينا زادة جمعية القضاة الشبان، كانت جلسة عامة موحدة. وجمعية قضاة علم ما جاتش؟ والله احنا مرحبا بهم في كل وقت. هل استدعيتوهم انتم؟ احنا مرحبا بهم يا سي سفيان في كل وقت، احنا ماذا بينا نخدموا يد في اليد، فهمت، باش تكون الامور احسن للناس الكل. معناها بالعكس انا نادي توا من المنبر هذايا باش يكونوا الناس الكل موحدين ما بين بعضنا، الجمعيه والنقابات، واحنا شكون في المشهد القضائي بالنسبه للهيكل القضائيه الممثله للقضاة. عندنا ثلاثه نقابات كل واحده في اختصاصها، عندنا جمعيه قضاة الشبان، جمعيه القاضيات التونسيات، وعندنا المرصد اكزاكتومون، وعندنا جمعيه القضاة. دونك الهيكل السبعه هذيا ماذا بينا تكون متوحده ونمشيو في نفس ال 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 معناها على استقلاليه القضاء الكل عندكم يعطيك الصحه. ندافعوا على استقلاليه القضاء، وزاد معناها قدامنا نرجع نقول قدامنا رهانات اللي لازمنا نرفعوها وما نجمو نرفعوها كان يد في اليد. دونك النادي باش تكون عندنا معناها نفس الصوت، باش تكون عندنا نفس، وكل واحد يتخلى على الاشكاليات اللي عنده، وكل واحد يتخلى على الخلفيات اللي فيه.